في الواجهة الرئيسية ستظهر صورة الملف الشخصي، ويمكنك ضغط عرض تفاصيل الحساب لتعديل بياناتك الشخصية. كما يظهر لك في الواجهة الرئيسية الرصيد المتوفر في حسابك. يمكنك الدفع للتجار المشاركين في تطبيق إيفلوس الذين تشتري منهم بالضغط على ادفع للتجار. قم بإدخال رقم الهاتف الذي تريد تحويل المبلغ له، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريد تحويله. بإمكانك مسح رمز الكيو آر الموجود عند تواجدك لدى التاجر، ثم اضغط إرسال. ستظهر لك صفحة بها المبلغ المراد تحويله لرقم التاجر. اضغط على إرسال لتحويل المبلغ. لشحن حسابك على إيفلوس، اضغط على إضافة مبلغ، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريد شحنه. سيتم نقلك إلى بوابة الدفع الإلكترونية لإدخال بيانات البطاقة البنكية. بعد التأكيد على المبلغ والبيانات البنكية، سيتم إضافة المبلغ إلى حسابك في إيفلوس. يمكنك إرسال مبالغ من حسابك على إيفلوس إلى أي شخص يمتلك حساب بإيفلوس بالضغط على إرسال مبالغ من إيفلوس. قم بإدخال رقم الهاتف الذي تريد تحويل مبلغ له، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريد تحويله. تأكد من البيانات المدخلة، ثم اضغط على إرسال. يمكنك طلب مبلغ من حساب إيفلوس آخر عن طريق الضغط على طلب مبلغ. قم بإدخال رقم هاتف الحساب الذي تريد الطلب منه، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريده واضغط على إرسال. ستظهر لك صفحة البيانات التي أدخلتها. بعد التأكد قم بالضغط على إرسال. سيتم إرسال الطلب والرد على المرسل، إما بالقبول أو الرفض من المرسل إليه. يمكنك تحويل رصيدك في إيفلوس إلى أي محفظة بنكية من خلال الضغط على التحويل المحلي. قم بإدخال رقم الهاتف النقال التابع للمحفظة البنكية التي تريد تحويل المبلغ إليها، ثم قم بإدخال المبلغ الذي تريده واضغط على إرسال. ستظهر لك صفحة البيانات التي أدخلتها. بعد التأكد قم بالضغط على إرسال. يمكنك الضغط على زر الخيارات الموجود بأعلى يسار الشاشة، حيث ستظهر لك خيارات أخرى